السلام عليكم جميعا. اليوم حبيت اصور لكم افراخ الجولد فيش بعمر 15 يوم. مثل ما بتلاحظون هسه راح اطعمهم بصفار البيض المجمد، يعني هذا صفار البيض مطحون وحاطه بالمجمدة قبل فترة. تلاحظون انه اعداد قليلة، لانه بصراحة ما عرفت موعد تكاثرهم، لحقت عليهم اخر ساعة انا حطيت لهم النبات، ومع الاسف يعني كان الفلتر ساحب اغلب البيوض وما حققت اعداد تفقيس زينة هالمرة، بس الحمد لله اعدادهم هم زينة يعني بالمية، صوروا بالطريقة الطبيعية. اخر ساعة لحقت لهم، حطيت زرع ونقلت الاسماك، حصلت 100 فرخ. يعني يعني لو متابع العملية من البداية اعتقد يوصل للالف. هاي ميزة التفريخ الطبيعي، انه تحصل اعداد اكبر. كل اللي اسويه بهذا الحوض هو تبديل المي بنسبة 20% كل 3 ايام، بالاضافة الى وضع فلاتر عدد 2 مع حلزون عدد 4 لتنقية المياه. واستخدم هسه بديت استخدم الميثيلين بلو عدد قليل من القطرات لمنع التعفن، والحمد لله هالمرة ما قام يصير عندي أي خسائر، وهاي مرة يعني عجيبة، أحسن نتيجة وصلت لها، لأني قمت بزيادة عدد الفلاتر ووضع قليل من المحلول، خسائر بالأفراخ قلت عندي. الحمد لله أحجامهم زينة مثل ما تلاحظون، صحيح قليلة عدد بالمية، بس صحتهم زينة. هذا الحلزون البارحة خليته، يعني صار عمرهم 14 يوم، عم يبدون ينظفوا لي الحوض من أي تعفن، أي مواد تنتج أمونيا من فضلاتهم، يبدي هو يشتغل. حطيت عدد 4. احنا هسه بنهاية الشهر الخامس، هو موسم التكاثر اسماك الجولد فيش، اللي هو يبدي من الشهر الخامس لغاية الشهر السابع، ويتوقف الجولد فيش على التكاثر. وبهاي الفترة تقدرون تحطون اسماككم الجولد فيش والاورندا او الكوي كميات فوق المتوسط من الطعام، في ظل وجود ذكر وانثى عمرهم، عمر الذكر يتجاوز 1.5 سنة والأنثى يتجاوز عمرها 6 أشهر. هذا يحفزهم الطعام الزايد القليل، لأنه خطر الطعام الزايد احتمال يمرض السمكة. تعطيهم شوية أكل زايد عم يكون طبقة من الدهنية والطاقة، تحفزهم على التكاثر. هاي الطريقة الوحيدة لتحفيز الجولد فيش عن التكاثر. والبعض منهم يفصل الذكر عن الأنثى، والبعض يعني نسبة نادرة يحقنهم هرمون هو موجود هذا أصلا بالعراق، هاي احنا نستبعدهن، ولكن النتيجة الطبيعية نبقي الذكر والأنثى بالحوض، ونبدي نعتني بغذائهم، وإن شاء الله راح نحصل على التكاثر. هذا كل اللي حبيت اشارككم اياها بالنسبه للطعام مالتهم. نستمر على هذا الصفار مال البيض لمده شهرين، نشوف الاسماك بدت حجمها يصير كبير. هسه اشوف لكم شلون نبدي نحول من البيض الى الاكل الطعام العادي. هسه اشوف لكم اسماك عمر شهر ونص تقريبا، بديت نقيتهم غير حوض، وبديت انطيهم
أكل مال كبار. هذني إخوانهم عمرهم أورندات وغولد فيش عمرهم شهر ونص مثل دتلخون. أكو أكل أنا هسه طيتهم ناقلهم الحوض ويا إخوانهم الكبار الكبار بس عازلهم على مود ليأكلوهم بحوض ضحتهم. هسه هذا أكل مال كبار طبيعي. انتظر حجمهم يصير مناسب مثل ما نقلت بعض الأخوة مالتهم اللي هو هذاك اللي ما بيلون هذني صغار صحيح بس الكبار ما راح يأكلوه لأنه أصبح بعمر يقدر ينهزم من الكبار أو غير جذاب للكبار يعني ما يلعبون وراه فيبدي يعيش بصورة طبيعية. عموما هو الجولد فيش مو سالم بس إذا لقى فرصة إنه يأكل سمكة أصغر منه راح يسويها. هذا كل اللي حبيت أشارككم إياه اليوم. تحياتي لكم.